بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم الأغر المبارك الكريم بما فيه من الفضائل والخيرات والمكرمات من الله عز وجل، كان لنا هذه الوقفة التضامنية بإدخال اللحم على كثير من العوائل والأسر الرامي المحتاجين، أكثر من 70 عائلة، من أجل أن نرسم هذه البسمة وهذه الفرحة وإدخال السرور على هذه الأسر والعوائل، عملا بما جاء في القرآن الكريم وما وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام، بأن هذا العيد ينبغي فيه إرسال هذه المعاني، التضامن والتآزر والتكافل. ونحن دائما نرفع هذا الشعار بأن العيد عيدنا جميعا، هذا العيد الذي ينبغي أن يكون فرح تلقائي وتواصل اجتماعي ومعاني القيم، التضامن والتآزر بين جميع طبقات المسلمين، فقمنا بهذه المبادرة. فأسأل الله عز وجل أن يثيب كل المحسنين على إحسانهم، على بذلهم، على إنفاقهم وعلى عطائهم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العطاء وهذا البذل كله مكلل بالحسنات والمثوبة عند الله عز وجل. كما أشكركم على نقل هذه الرسالة النقية الواضحة التي ترسل قيم ومعاني ديننا الحنيف، بأننا هذا هو ديننا وهذه هي قيمنا، قيم التضامن والتآزر والتآلف. فأسأل الله أن يجازيكم وأن يكرمكم وأن يجعل عملكم مكللا بالمثوبة والحسنات عند الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.